ازيكم يا جماعة؟ كنت عايز اقول رأيي في موضوع الافرو سنتك، فخلوني بس اقفل الازاز الاول وشغل التكييف عشان الصوت يبقى مسموع بوضوح. يعني الافرو سنتك بيقولوا ان هم اصل مصر او هم اصحاب الحضارة المصرية، وبيحاولوا يثبتوا انه المصريين كانوا سود. انا شايف انه سبب يعني اثبات ضعيف جدا مش قوي، لان المصريين كان فيهم سود وكان فيهم درجات تانية من الالوان، يعني مش بس اسود، يعني كان في لونهم زينا كده اللون القمحي، وكان في درجة سودة زي دلوقتي النسيج المصري فيه اسود وفي القمحي يعني. فهم لو معتمدين على ان في شخصية او شخصيتين او بعض التماثيل او بعض الشخصيات كان لونهم اسود، طب ما احنا عندنا شيكابالا، يعني شيكابالا افروسنتك، عندنا احمد زكي افروسنتك، يعني وعد يعني هنلاقي سود كتير. انور الرئيس انور السادات يعني كان تقريبا اسود برضو، يعني او لونه درجة سواده عالية، يعني كان افروسنتك. فبصراحة لو هو ده الإثبات بتاعهم الوحيد، فهو يعتبر ممكن إن إحنا يعني يكون الأوقع إن هم مصريين، يعني إن مصر هي تمتد حدودها لحد العمق الأفريقي، يعني الأفرو سنتك دول المنطقة بتاعتهم دي منطقة مصرية، يعني وصلت. يعني مش يعني هم ممكن يكونوا مصريين وامتداد لمصر فعلا. شكرا.